السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اكبر تحيه لمواليد برج الجدي. هنشوف مع بعض دلوقتي الاخبار بتاعتك، وهنشوف الطاقات بتاعتك، وهنشوف التبشرات، وكل اللي هيظهر معانا هنتكلم فيه مع بعض. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا بينا يا برج الجدي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برج الجدي شخص هادي جدا، شخص هادي جدا جدا، بيبعد عن اي حاجة تسبب له اذى. مش بيحب العزلة، هو بيحب الكلام ويحب فتاة الجدي. فتاة الجدي قلبها طيب جدا، دايما بتحب ان هي تتكلم، ما تعرفش تكتب حاجة جواها. راجل الجدي حكيم شوية عن فتاة الجدي، بس دايما المشاكل بتجيلك منين ومنين. لو مشيت خطوة بتلاقي المشكلة قدامك، وقت ما تمشوا خطوات بتلاقوا المشاكل قدامكم. ممكن تبعدوا او تسيبوا اي حد عشان كرامتكم، كرامتكم ثم بعدها اي حاجة. لو حد جه على كرامتكم ممكن ان انتوا تسيبوه للابد، ممكن ان انتوا تبعدوا، ممكن ان انتوا تعملوا حاجات كتيرة جدا ويبقى فيها خسارة. كل حاجة وعكسها يا برج الجدي. صمتك وهدوءك ده بيخليك تنفجر، وممكن يفجر اي حاجة. حاولت دايما ان انت تبقى لوحدك عشان خاطر الكلام الكتير، عشان ممكن انت وبتجادل مع حد او بتكون في مواجهة ممكن كلامه يخليك تتعصب، لانه بيخليك تنفعل، لانه بيخليك تطلع من سكوتك بسهولة. دايما بتلاقي في حياتك صحوبية ومسؤولية. انت شخص قوي جدا، الحب دايما في الداخل عندك، دايما بتحب العدالة، ما بتحبش حد يبقى فيه ملخبطة. بس عندك ست ظهرها منحني، ست مش كويسة خالص. برج الجدي بدأت تكون شخص تلقائي، بقيت تتعامل مع الناس بحسن نية، شخص واضح وصريح جدا. لو حد قال لك كلمة حلوة بتكون فعلا، لو انت يا رب قلت كلمة حلوة بتكون فعلا طالعة من جوه قلبك. ما بتحبش تزيف الكلام ولا تحب ان انت تجامل، بتحب ان انت دايما تقول الحقيقة. بس ده انت اللي الحسد والسحر انت اللي جايبه لنفسك. الناس لما بتشوفك بشوش وبتضحك وبتهزر بياخدوا فكرة عنك تانية، بيقول ان هو مش شايل مسؤولية، ان هو مش شايل هم، مش شايل اي حاجة في الدنيا، رغم ان انت غير كده خالص، رغم ان انت شايل مسؤولية كبيرة، رغم ان انت في عز خانتك وفي ضيقتك بتلبس قناع مش قناعك علشان خاطر تبين للناس ان انت مبسوط، ان انت ما بتحبش تشارك اوجاعك مع حد، بتحب تكتمها جواك. ولما بتشارك اوجاعك بتشارك اوجاعك مع الناس اللي تستاهل. دايما بتدور على جزء الراحة والامان في حياتك. ما فيش حاجة بتكمل عندك بسبب حياتك العاطفية، عشان دايما بتدور على مميزات معينة، بتدور على الامان، على اللي يديك شعور بالراحة. كام مرة برج الجدي فرحتك ما تكملش؟ كم مرة تكون ناوي على شراء حاجة او ناوي تعمل حاجة وما تكملش ترجع؟ ناوي كم مرة تتكسر؟ دايما العين عليك والحسد من اقرب الناس ليك، وانت لا تدري ولا تعرف. مشكلتك ان انت فتاة الجدي، مشكلتها ان هي بتتكلم كتير، دايما عندك قلق وحيرة من حياتك، وعندك لخبطة انت مش عارفة جايالك منين. احذري وخلي بالك الفترة اللي جاية من اشخاص حواليك عايزين يوقعوك باي طريقة او باي سبب، بس انت لا تدري. بلاش تحكي عن حياتك، عندك طاقة سحر يا برج الجدي. برج الجدي طاقة السحر اللي معمولة لك دي اخرتها ايه؟ الكسل، الارهاق، التعب، الالم في المفاصل دي اخرتها ايه؟ يا هل ترى تطلع منها، ولا هل ترى هتفضل في اللي انت فيه؟ احذر من ناس كتير حواليك، احذر من غدر، احذر من خيانة، احذر من طعنات يا برج الجدي، احذر من حد عايز يسرقك وعايز ياخد اموالك.
برج الجدي، العين لازم تحصن نفسك، لازم تحصن نفسك أول بأول، لازم تدي أمورك لحياتك حياة أفضل من اللي انت فيها، لازم ان انت تغير من نفسيتك وتغير من مستقبلك ومن تفكيرك في بكرة. الندر اللي عليك اوفي بيه، الندر اللي عليك اوفي بيه. حاول ان انت تعيش في سلام، من كتر الطعنات والغدر بقيت حاسس باللخبطة، حاسس ان مفيش حاجة بتكمل عندك. بص يا برج الجدي، الدوامة والحيرة هتطلع منها، عندك خبر حلو هيجيلك في راحة، رسالة، الله أعلم، بس أنا شايف إن انتوا عندكم راحة من بعد تعب، تعبتوا كتير وحان وقت إن انتوا ترتاحوا. العكوسات اللي في حياتك دي هتطلع منها، المشكلة اللي موقفة حياتك الرزق القليل، ربنا هيكرمك بوظيفة حلوة. انت لما الناس كلها بتقع انت بتكون جنبها وبتدي وبتساعد وما بتبخلش على حد بحاجة ابدا، بس انت لما وقعت الفترة اللي فاتت لقيت اقرب الناس ليك بترمي سكاكينها عليك، اقرب الناس ليك بقيت هما بيأذوك، في حد عندك بس كبير في السن بيحبك وبيدعيلك، هو حد بس اللي بيدعيلك ودايما عايزك تكون احسن حد، دايما بيكون عايزك احسن حد. الخير اللي انت بترميه ارميه، ارميه وانت مطمن، وبلاش ان انت يعني ايه، بلاش ان انت تقول انا عملت، ما بتقولش كده، بس بلاش تقول انا عملت الخير في الشخص ده وما يستاهلش، ارميها لربنا، ارمي ربنا. انت دايما لما بتعمل الخير ارمي ربنا، ارمي البحر، انت لما بتدي بتدي من غير مقابل، بتساعد لدرجة ان انت حاليا بقيت واقف على ارض صلبة وبدأت تقطع علاقاتك مع كل الناس اللي سببت لك اذى، ها حان وقت ان انت ما عادش ترحم، ما عادش تكون طيب زي الاول، ما عادش تكون انت الشخص الطيب، انت الشخص اللي هما بيخدعوك وبتضرب على قفاك. لا يا برج الجدي، بدأت ان انت تقف على ارض صلبة، بدأت ان انت تحسن من وضعك ومن حالك، بدأت ان انت تدي كل واحد هو اللي يحتاجه، بس الغيوم اللي عندك في المواضيع دي هتتحل، السبعة اللي عندك دي دول سبع اشخاص في حياتك، سبع اشخاص في حياتك مش كويسين، عدهم على ايدك كده يا برج الجدي وعرفهم انت، سبع اشخاص عندك مش كويسين، منهم حد بحرف الالف، منهم حرف الميم، منهم حرف العين وحرف السين وشوية حروف كده، وكمان حرف الام، حرف الالف والميم والسين والعين والام، دول ناس عندك في حياتك يا برج الجدي، سبع اشخاص عندك مش كويسين بيحاولوا يأذوك ويسببولك الاذى. البشرة اللي هتجيلك دي هتفك الربطة اللي عليك، هتفك التكتيفة اللي في حياتك، هتديك انطلاقة جديدة وهتديك فرحة حلوة، طاقة حب جديد، طاقة نقلة جديدة، بسم الله ما شاء الله عليكم. اول حاجة عندكم زواج، عندكم استقرار، عندكم خلفة صالحة، انتوا الفترة دي في فترة تغيير جذري، بمعنى اصح الفترة دي فترتكم انتوا، يعني الفترة دي ممكن انتوا تثبتوا وجودكم في رجل جديدة في حياتكم. عندكم علاقة، يعني انتوا ما شاء الله عليكم، انتوا الطاقة بتاعتكم مفتوحة وده بيدل على الخير فقط لا غير. انتوا لإما هتجوزكم، انتوا حصل عندكم تعدد العلاقات، او حصل عندكم اكتر من خطوبة وحصل فيها فشل، حصل عندكم اكتر من مش هقول لكم زواج لكن خطوبة وفشل، ارتباط وفشل، ده كله ليه؟ بسبب ان انتوا مقصرين او في حب، انتوا بتحبوا حد في حياتكم او انتوا مفيش نصيب حصل في الاشخاص دول، لكن في نصيب حلو جدا هيفرحكم الفترة اللي جاية،
في كتب كتاب، في زواج، في نقلة جديدة بشكل إيجابي على أوضاعكم، في كمان رجوع من برج الثور ندمان وحزين وعايز يرجع لكم، لكن انتوا هتاخدوا القرار وهتبعدوا. برج الثور مخنوق، حزين، تعبان. برج الثور حرفيا متدمر بسبب غيابكم وبسبب اللي انتوا مشيتوا وبعدته، لكن هو دايما بيبين العكس وبيبين غير كده، لكن هو جوه قلبه الندم فعلا وبيقول يا ريت ما كان اللي حصل. بس الندم مش هيفيدكم بحاجه، لان انتوا لما بتاخدوا طريق المشي بتمشوا مفيش رجوع تاني، ولما تقفلوا الباب بتقفلوه من غير ما تفكروا حتى تبصوا وراكم. الفتره دي انتوا دمرتوا يعني الفترة اللي فاتت انتوا دمرتوا قلبكم، لكن الفترة دي خلاص مفيش حب في حياتكم، بقيتوا عايزين تعيشوا كده حياتكم، بتقولوا احنا هنعيش حياتنا لنفسنا، مش عايزين اي حد يعكن علينا اي حاجة في حياتنا، لكن انتوا ما شاء الله عليكم هتختاروا الزوج الصح وهتختاروا الشريك الصح، لان ربنا كريم عليكم. طيب كان في علاقة بينكم ما بين برج الثور واهل برج العذراء، كان في علاقة بينكم ما بين برج العذراء واهل برج العذراء، خانوكم وظلموكم ووجعوكم وكمان عملوا لكم سحر. السحر ده عطلكم اكتر من سنة واقف في حال، ما كانش فيه استكمال شغل، ما فيش استكمال عاطفة، ودايما كنتوا بتحسوا ان السبب عندكم انتوا، وانتوا اللي عندكم المشكلة. البعض منكم راح لمشايخ، البعض منكم راح لشيخ، راح قالوا لكم ان انتوا معمول لكم سحر ومعمول لكم، بس انتوا مش معمول لكم اي حاجة، انتوا بس كان في يعني حرفيا الفترة دي انتوا مش معمول لكم اي حاجة. الفترة اللي فاتت كان فعلا حرفيا معمول لكم سحر، والسحر ده كان مبوظ لكم حياتكم، لكن انتوا حاليا مفيش اي حاجة. كل اللي عندكم حاليا شوية حيرة، شوية لخبطة، وده بسبب الحسد اللي انتوا ملازم في حياتكم. انتوا نجمكم خفيف لكن ما بتأمنوش بأي حاجة، يعني مش أي حد يجي يقول لكم سحر فانتوا عندكم سحر، لأ انتوا بترموا من بتسمعوا من هنا وترموا من هنا، بتقولوا ربنا قادر على كل شيء، بس انتوا لازم تحصنوا نفسكم من الأوجاع اللي بتظهر في جسمكم. هي ايه؟ تساقط شعر رهيب رهيب عندكم، وجع في الجسم، القولون عصبي، ومن وقت للتاني بيجيلكم مغص وبتحسوا انه في حاجة غلط في معدتكم، عندكم نبضة في القلب، نبضات في الرحم، نبضات سريعة، في حاجات كتيرة جدا انتوا مش عارفين تفهموها صح ولا عارفين تتخطوها، لكن بفضل ربنا، ربنا معاكم وواقف معاكم. انتوا في قمة الازدهار او في قمة الطاقة او في قمة الفرج اللي عندكم، انتوا خرجتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم الفترة دي، والناس اللي خرجتوها من حياتكم حرفيا ما كانتش تستاهل ان هي اصلا تبقى معاكم، بس انتوا اللي اكرمتوها. انتوا واقفين في دايرة مغلقة، والدايرة المغلقة دي هتخرجكم من حاجات كتيرة جدا، بس من وقت للتاني بتخلوا الهم يسيطر عليكم. انتوا عندكم في امور مسيطرة عليكم، والعين الشديدة زي ما قلت هي مسيطرة عليكم. انتوا حاليا مش قادرين تتحركوا، مش قادرين تعملوا اي حاجة، لكن بفضل ربنا في تغيير، والتغيير ده هيخليكم تكونوا مشغولين الفترة اللي جاية. خلوا بالكم ان انتوا عندكم شهرة وعندكم ربح حلو جدا، الشهر دي هتكون خير جدا جدا ليكم، هيبقى في اتصالات، في مكالمات، في امور كده مختلفة، وهتثبتوا رجلكم. في ست عندكم، الست دي يعني هي متألقة، الست دي كده واثقة في نفسها، بتحب نفسها قوي، او بمعنى اصح الست دي يعني كده تلاقوها بتحب نفسها ودايما بتفضل نفسها عن الاخرين. هتخلي بالكم الست دي بتلف حواليكم، او الست دي بتلعب بيكم وهتوصل كلام عليكم الغلط، فخدوا بالكم منها وما تأمنوش لاي حد من اي حد يدخل في حياتكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هنا بتدوا من غير مقابل مع ناس كتيرة جدا، بتحبوا الناس على حسابكم، وده غلط طبعا، فخدوا بالكم من نفسكم، لان الاوضاع بتاعتكم هتبدأ تتحسن الفترة اللي جاية.
طيب في اكتر من وضع هيبقى فيه خير ان شاء الله باذن الله. انتوا خلاص بتقولوا ربنا هيكبر بخاطرنا وهنطلع من طاقة التوتر والضيق اللي ماسك في صدرنا ومضايقنا. بس عايزه اقول لكم ان انتوا في حد متوفي عندكم، الحد ده بمعنى صح كاسر ظهركم، الحد ده ظلمكم، يعني مش ظلمكم انتوا، يعني انتوا اتظلمتوا بفراقه عنكم، زعلتوا جدا ان الشخص ده توفى وحد الان عندكم طاقة حزن. خدوا بس انتوا بالكم من نفسكم، اقروا له قرآن يسروا دنيتكم بنفسكم. في بومه، والبومه دي هي تعبان كله السمن عايز يأذيكم بأي طريقة او مضايقكم. طيب عندكم مرات اخ حقودة مش كويسة خالص، بتأذيكم بتلعب بيكم او مبينة ليكم ان هي بتحبكم وعايزة لكم الخير. انتوا حاليا مش عارفين تطلعوا من الدايرة اللي انتوا فيها، الدايرة اللي انتوا فيها مقفولة زي ما قلت، فخدوا بالكم من نفسكم. في عندكم امضة، توقيع، استقرار، تعزيز نفس بنفس، الله اعلم. عندكم امضة حلوة، الامضة دي هتبقى تحسين، في امور عندكم هتختلف معاكم. طيب انتوا هنا حاسين انه في حد بيراقبكم باشد الانتقال المواقبة، الشخص ده بيراقبكم من اي طريق، خدوا بالكم من نفسكم. طيب في واحدة من الجيران، الست اللي من الجيران دي بتحسدكم على اي حاجة، على كل حاجة في حياتكم، مش حبالكم ابدا تكونوا في المكان اللي انتوا فيها، يعني حقودة كلها غل. طيب في مواصفات ست عندكم، الست اللي مواصفاتها دي هي مش حلوة، يعني ملامحها مش حلوة، قمحوية او حنطية، شعرها مجعد، هي عاملة زي الدبدوبة بالظبط، ممكن تكون من ابراج مائية، خدوا بالكم منها، كلها حقد وغل وغيرة. وبسبب الست دي انتوا تعبانين ونفسيتكم يعني مخنوقين فيها شوية. طيب انتوا حرفيا هنا في حد موجود في حياتكم، الحد الموجود في حياتكم ده هيحسن الاوضاع بتاعتكم او هيقف معاكم في اكتر من موضوع وهيحسن اوضاع كتيرة جدا في اموركم. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان عندكم ست كبيرة في السن بتدعي لكم، لكن خدوا بالكم ان انتوا هتقعوا في مشكلة بينكم وبين اخوات او اهل، فترة من الفترات هتقع في مشكلة وهتبقوا انتوا عايزين حاجة وهم عايزين حاجة، لكن بفضل ربنا انتوا اللي هتوصلوا للحلم بتاعكم. لان انتوا دايما بتكونوا صح، وانتوا دايما ما انتوا ما بتغلطوش ولا بتعرفوا تغلطوا مع اللي معاكم، لكن انتوا في قرارات مهمة هتاخدوها، والقرارات المهمة دي هتخليكم منطلقين لأكتر من حاجة. انتوا عندكم يعني رقم 12، يعني رقم 12 ده بالنسبة لكم رقم مميز جدا، وكمان في اكتر من طريق عندكم هيتفتح الفترة اللي جاية دي، الطريق ده هيخليكم انتوا في دفعة لقدام حلو، انتوا داخلين على طاقة فراغ، لكن خلي بالكم ان انتوا محطوطين في كلام انتوا ما تعرفوش عنه حاجة، يعني انتوا عندكم القال والكيل كتير جدا في حياتكم، انتوا في ناس عايزين تنفصلوا عنها وعايزين تمشوا منها تبعدوا عنها، لاني خلاص حسيتوا ان الاشخاص دول كذابين ومنافقين. في تعرف على ناس جديدة، في كلام يخص ناس جديدة، الله واعلم. طيب انتوا بينكم ما بين حد زعل وهيبقى في صلح الفترة اللي جاية، خلوا بالكم ان انتوا في حد هيحاول يهددكم بصور، لاما بتسجيلات لاما بحاجة، بسبب ان انتوا هتاخدوا قرار مختلف عن اللي هو عايزه، فخدوا بالكم انتوا حاليا سامعين خبر مزعلكم قوي، او في حاجة قلبة مزقكم اصلا،
ومش عارفين تعملوا ايه، بس انتوا الفترة اللي جاية فترتكم وهتثبتوا وجودكم. بص انت بدأت ان انت تشتكي همك لربنا، بدأت ان انت تشتكي همك لربنا وتقول يا رب انت قادر على كل شيء، يا رب انا اتظلمت، يا رب انا حصل لي مشاكل كتير. انت من خدت فترة من التانية بتقول انا حاسس بالنحس، ولا شغلة ولا مشغلة، كل البيبان اتقفلت في وشي. لا يا برج الجدي، لا خالص، البيبان هترجع تتفتح تاني، وكل باب اتقفل في وشك هيرجع يتفتح تاني. عندك بيبان كتيرة جدا هتتفتح، عندك رزق، عندك رزق وفير ومفاجأة سارة. انت دعيت ربنا وربنا استجاب. الحزن والهم اللي انت شايله ده حاول تطلع منه، ربنا هيكاتب لك رزق. انت لو تعرف العوض اللي ربنا كاتبه لك صدقني دموعك هتنزل من كتر الفرحة. ربنا مش ناسي حد، بس دايما ربنا بيديك عشان يشوفك هتستحمل قد ايه. الحسد والسحر انت اللي جايبه لنفسك، ما انت مشكلتك ما بتعرفش تكسف حد، ما بتعرفش تمشي لحد محتاجك، ما بتعرفش تشوف حد ضعيف وما تساعدوش، وده كله مخلي الناس تتكلم عليك ومخلي الناس عامله لك مشاكل. هل حقك ضاع في يوم من الايام بسبب الخجل والسكوت اللي انت ما قدرتش تتكلم ولا تدافع عن حالك؟ بتعيش في فترة من الفترات تقلبات مزاجية مش عارف تحلها. انت مشكلتك بتكون هادي جدا جدا، بس لما بتنفجر بتكون زي البركان. لو ليك نصيب في حاجة، حتى لو كل السكك اتقفلت ومقفولة، ربنا هيرتب لك كل الاسباب لحد ما تبقى في ايدك ويرجع يفتحها لك تاني. لو ملكش نصيب ربنا هيرضيك بحاجات احسن مما تتخيل. ربنا دايما كريم، ربنا دايما بيديك، بس انت حاول تصبر وحاول تخلي بالك، وحاول دايما عليك وعلى ادعية تحصين النفس. ادعية تحصين النفس دي هتديك طاقة ايجابية وهتحسن من مزاجك وهتخلي الناس كلها تبعد عنك. بلاش تقول انا منحوس، ولا انت مش منحوس ولا انت غلط، انت محسود بس من طوب الارض على طيبتك وحنانك وعلى صفاء قلبك، محسود على جمالك يا برج الجدي، لبسك، شياكتك، رغم اي حاجة في حياتك انت محسود عليها، رغم اي حاجة في مستقبلك برضو محسود عليها. انت دخلت في مرحلة هدوء تاما. كمية التعب النفسي اللي انت عايش فيها دي عامله لك اذى من داخلك. بتسامح كتير بس ما بتنساش، بتسامح بس ما بتنساش. انا شايفه ان انت عندك انطلاقه جديده وعندك فرحه وعندك رزق. حاول تهدي اعصابك الفتره اللي جايه عشان خاطر ما تدخلش في مشاكل كتير. ادق التفاصيل اللي في حياتك دي هتحسن من مزاجك وهتديك انطلاقه جديده باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل والفرحه والهنا والسعاده لقلبك باذن الله. تحياتي ليك يا برج الجدي.